لإلقاء الضوء مشاهدينا الكرام أكثر على هذا الموضوع. انضم لنا هنا في الاستديو السيد عمر المعطلة وهو الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. مرحبا بكم سيد الأمين العام ونشكركم على تلبية الدعوة. بداية سيد الأمين العام، ما الدافع لهذه الحملة؟ هل هو شعور منكم بضعف الأداء الإعلامي أمام المعارضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال نحن المعارضة عندهاش من العاصفات في فنجان، وآخر عاصفة عندها في فنجان لا تحركنا ولا تحرك جماهيرنا الكبيرة. هاي الجماهير اللي ندعو الصبح ل 22 مهرجان في 22 فرع من فروعنا في نواكشوط، دور تعبر عن التفافها وعن التفاف الشعب الموريتاني وراء قائد هذه الأمة فخامة رئيس الجمهورية، وتشد على يديه للمضي في تنفيذ برنامجه اللي انتخبوا عليه واللي جل نتائجه واضحة في الإنجازات اللي ملموسة اللي ما قد حد منهم دخل فيها الأصبع، واللي عاد اللي عندهم من التحايل هو تحريف الكلمات عن مواضعها. وبالمناسبة نختار نقول عن الحزب والحكومة والمنتخبين الأشكالهم كاملة الصبح إن شاء الله يدوروا يتوجهوا بلقاء موسع مع جماهيرنا الكبيرة لنقاش معها وتعميم فحوى هذا الخطاب وتحسين مناضلين من هذه الأفكار ومن هذه الشائعات الهدامة اللي على كل حال عادوا طابين عليها. وكل ما جاءت عاصفة من هذه العاصفات اللي قلت عن تعود في فنجان على كل حال عادوا يتفرجوا عليها وخلوها تتخطى. والمعارضة كل ما دندن رعد يشكوا عنه اللي يطيح بالنظام وعنهم اللي يحلوا بلو، وكيف قال فخامة رئيس الجمهورية يبردوا خلقاتهم. الشعب الموريتاني يعرف ذاك اللي يعدي ويعرف ذاك اللي يتكل عليه استسمحكم على المقاطعة يتكل عليه راسه. استسمح على المقاطعة سيدنا من عام، البعض يعتبر أنكم يعني فشلتم، اسمح لي بالعبارة، في تسويق الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية. هل الهدف يعني هو تدارك الموقف من خلال تنظيمكم لهذه المهرجانات لشرح مضامين؟ على كل حال الخطاب السياسي رئيس الجمهورية ما واضح من الوضوح من الصراحة اللي متعهد هو عليها الشعب الموريتاني. ولماذا تحلب هذه المهرجانات؟ حضر له من الشهود ومن الجماهير العريضة اللي موجه لها اللي تلقفته وتابعته الجماهير مباشر ونشرح لها بصفة واضحة اللي خلق ان جماعه متعوده على التلفيق قبل جوانب من هذا الخطاب وتباركت مع الصيفه تدس وتحاول تبني شرخ او ايقاع بين شرائح الشعب الموريتاني. والشعب الموريتاني يعرف فخامه رئيس الجمهوريه والفقراء والضعاف والناس اللي يعنهم وبذاك اللي قالوا عنهم يعرفوا فيه من شيء، هو أول حد عدلوا لهم اللي إلى عاد المتكلم فيصل يعود المصند حال وذولي صنتوا للرئيس حالقين بهم اللي فاتوا شافوا ذاك العدل لهم من شيء واضح عنه ينم عن الاحترام. منين قال واحدين هذو عبيد قال لهم بدي العبودية ما هي خالق، أنا حد يقول عني ماني عبد ولو قابل عني عبد لين سوي عن حد معبدني يقول عني عبد، حد يقول حرطاني يقول لا الشعب الموريتاني سواسية به اللي يعرف فخامة رئيس الجمهورية. وهذه هي نظرته عن هذه الأمور، عنها نهجها وطريقها، عنها
تضمحل مع وعي الشعب الموريتاني. السيد الأمين العام إذن ما ذم عظام أنا عليه الصنة حد. السيد الأمين العام دائما أجد نفسي مضطر لمقاطعتكم لنا في نشرة أخبار. أنتم ذراع السياسي للسلطة، هل تمتلكون يعني السيد الأمين العام استراتيجية لمواجهة الخطاب المعارض في المرحلة المقبلة، وما هي أبرز ملامحها باختصار؟ بسيطة، استراتيجية بسيطة بين اللي قاعد اللي عندنا يا واجعة من حد الآن ننزلوا معها على الساحة، يعتمد على التلفيق ونحن نعتمد على الحق، يعتمد على المقالطات ونحن نعتمد على الوضوح، ويعتمد على الكلام ونحن نعتمد على العمل، وشتانا ما بين ذاك وذاك. وعلى كل حال استراتيجيتنا فاتوا جربت من إجابوا الربيع العربي، وفاتوا جربت منين تكلموا عن الرحيل، وفاتوا جربت في نوايب حاج لال، وفاتوا جربت في مهرجانات التحدي. ونختار نذكرهم عن جماهيرنا كل نهار تنزاد منهم هم، وعنهم هم جماهيرهم ما قط زادت يوم واحد بحد منا. معناها عنا أنا قد قناعتنا تنزاد يوما بعد يوم في فخامة رئيس الجمهورية وفي إنجازاته وفي حكومته، وهم قناعتهم تتشتت وتتفتت وترجع عنا. نختارهم، نختار اللي 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 بيته من الزجاج ما يشابر بيوت الناس الأخرى. وعلى كل حال ذاك إن شاء الله الصبح إذا برهنوا عليه جماهيرنا العريضة. إذن السيد عمر والمعطلة الأمين العام لحزب الاتحاد النجف الجمهورية، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم.